إذا ما نبدأ من الشمال وبعض الصور التي جاءت من بعض المصادر الصحفية، بالإضافة أيضا إلى أعداد كبيرة من النشطاء الذين صوروا والمواطنين صوروا بكل ما يحيط بهم تحديدا من شمال القطاع، وتلك الصور الصعبة، وليسمح لي المشاهد أن أوصف بعض تلك الصور لبعض الزوايا الموجودة في شمال قطاع غزة. نبدأ من حيث الشهداء والخسائر البشرية في تلك المنطقة. الأوضاع كانت أو الصور كانت غاية في الصعوبة، هناك بعض الجثث التي تحللت بشكل كامل وباتت فقط هياكل عظمية، سيما أولئك الذين استشهدوا مع بداية العدوان البري على قطاع غزة ومدينة غزة والشمال تحديدا، بالإضافة إلى مشاهد الكثير من الركام، علاوة على يعني القضاء والإجهاز على كافة البنية التحتية في تلك المناطق، بالإضافة أيضا إلى الكثير من المناطق السكنية والمربعات السكنية بشكل كامل تم نسفها وتلغيمها قبل نسفها، وبالتالي يعني هي سياسة جديدة أيضا هنا في قطاع غزة، ما يسمى بعملية النسف بعيدا عن الاستهدافات التي تكون إما استهدافات جوية أو استهدافات أرضية، وتتمثل بالقذائف التي تنطلق من المدفعية في المناطق التي يوجد فيها هناك نشاط بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يتعلق في مشاهد الشمال وغزة، علاوة أيضا على حالة الجوع وأيضا فقدان الكثير من المواد الغذائية والمحروقات والطاقة وقطع الاتصال بشكل كبير على مناطق واسعة، لا زالت حاضرة أيضا. ولكن ما دعانا لأن نتحدث اليوم بشكل أكثر هي الصور التي جاءت والتي كانت حاضرة منذ أمس وحتى هذه اللحظة، كما قلنا، من نشطاء ومواطنين سجلوا ووثقوا بعدساتهم ما جرى في تلك المنطقة. فيما يتعلق بباقي المناطق، نتحدث عن خان يونس وهي الآن أيضا يجري فيها عمليات قتال واسعة في أماكن كثيرة بشكل بري وبشكل جوي، أيضا الكثير من الشهداء تم انتشالهم واستطاعوا ربما أيضا من كان هناك في الشوارع بعد الانسحاب الجزئي من معسكر خان يونس، ولكن هذا الانسحاب هو انسحاب جزئي، بالإضافة إلى أنه هناك إعادة تموضع من أجل ما يتطلب الميدان، وليس هذا يعني أن المنطقة قد أصبحت آمنة أو محررة بين قوسين، ولكن يمكن القول بأن المناطق لا زالت في تلك المنطقة منطقة حمراء يجري فيها العديد من عمليات القتال. فبالإضافة إلى ذلك، لكن بعض المناطق التي تم الإجلاء منها وانسحب جيش الاحتلال وسحب آلياته بشكل جزئي كما قلنا، استطاع الدفاع المدني واستطاع طواقم الإسعاف الدخول إلى بعض تلك المناطق. هناك من هم تحت الركام وهناك من هم في الشوارع، تم انتشالهم وتم بالتأكيد يعني وصلوا إلى مستشفى أو مجمع ناصر الطبي في أقصى جنوب القطاع، أو عفوا في أقصى جنوب خان يونس جنوب القطاع. هذه هي الأوضاع أيضا. بالإضافة إلى ذلك، كانت دير البلح ليلة أمس وفي المحافظة الوسطى كان لها نصيب كبير من الاعتداءات، وهذه الاعتداءات تتمثل في التفوق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف لبعض المنازل وفي مناطق متفرقة من دير البلح من ضمنها منطقة الحكر، بالإضافة أيضا إلى معسكر الدير في المناطق الشمالية الغربية لهذا المعسكر، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وأعداد كبيرة من الشهداء، بالإضافة أيضا إلى وجود جرحى حتى هذه اللحظة. هذه صورة الأوضاع هنا في القطاع، وقد وصلنا إليكم بإحاطة كاملة لما جرى في خلال 24 ساعة ماضية.